ماشي يا حبيبي. هنا في سين 1 بيقول ذا فيليج بويز كويست، يعني المهمة أو المسابقة اللي الولد هيدخل فيها. A traditional Chinese village some centuries ago، يعني كان في واحد حكيم أو في واحد بلد صينية قديمة منذ قرون عديدة، كلمة centuries اللي هي قرون. A boy walks into the village leader's temple، الولد دخل المعبد بتاع الليدر، الليدر اللي هو القائد. The village leader is seated on a cushion at one end of low table. يعني ايه؟ الليدر او الحاكم بتاع المدينة كان قاعد على وسادة محطوطة at one end of a low table، على ترابيزة منخفضة. يعني هو كان قاعد والولد دخل عليه وهو قاعد. The young boy stands nervously in front of the village leader. كان واقف وهو خايف كده، كان خايف إيه؟ طب الليدر عايزني في ايه؟ ايه المهم، انا محتاج اعمل ايه، عايز نعمل ايه. فكان واقف هو قلقان. فالولد بيقول للمستر او الليدر بتاعه ايه، you wished to see me master، انت كنت عاوز تشوفني. الليدر رد عليه وقال له ايه يا زياد، ها yes Yes, my my boy. boy please Please be seated. sit. Be seated يعني please sit down. تمام. The young boy sits on a cushion at the opposite end of the table from the master. قعد قدامه، يبقى هو الليدر قعد قدام ايه البوي، او الاثنين قعدوا قصاد بعض. البوي بيقول له I wait your instructions master. I wait your instructions، انا مستني حضرتك عايز مني ايه، هتأمرني بحاجه. الليدر قال له ايه زياد، ماي My boy, as you know, our small village has been at war with the mountain people for many years. تمام. The يعني war كان has نادي بيقول له ان انت عارف ان البلد بتاعتنا كانت على او كانت معرضه او كانت في حرب مع الناس بتوع الجبل او الناس اللي عايشين في الجبل for many years، لمده سنوات كثيره. يبقى كان في حرب بيننا وبين الناس اللي عايشين في الجبل. The war has been costly and yes. our people have suffered a lot. يعني الحرب دي كلفتنا كتير واحنا عانينا بشده. كل الناس في البلد عانوا بشده. Hope has left our once beautiful village. ما عادش في امل في بلدنا الجميله او في قريتنا الجميله. فالبوي قال له ساد از ترو ماستر، معاك حق كلامك صحيح. الليدر رد عليه وقال له ايه؟ there is new hope، في hope جديد، في امل جديد. a great change is coming، في تغيير هيحصل. اوكي؟ اوكي. ماشي يا حبيبي. البيج اللي بعدها بيقول ايه؟ او ده الماستر او هم بصي بصي يا زياد، هما الاثنين ده البوي الولد الصغير وده الماستر، وهما الاثنين قاعدين في ترابيزه صغيره منخفضه، وهم كل واحد قاعد على كاشن يعني وساد. ماشي؟ دي الصورة عشان تعبر عن البيكتشر، عن الكلام. طيب البوي بيقول له ايه؟ This is good news master but why are you telling me this؟ ده أخبار كويسة جدا. بتقول الكلام ده ليه؟ Because you will be this change. بيقول له لأن أنت هتكون التغيير ده. You will be the change. أنت اللي هتعمل التغيير ده أو أنت اللي هتسبب التغيير ده. تمام؟ Master. I don't understand. أنا مش فاهم. ليدر قال له إيه؟ There are ثمانية زياد؟ There are some magic scrolls that have the power to bring these to the village. يعني في بعض المخطوطات أو بعض الأوراق يعني الملفوفة هي اللي هترجع، عندها القوة أو عندها المقدرة إن هي ترجع لنا السلام مرة تانية للقرية. تمام؟ فراح قال له تمام magic scrolls master، معقولة magic scrolls، في حاجة اسمها magic scrolls، معقولة؟ فرد عليه وقال له yes my boy the scrolls once sat in this very temple، كانوا فعلا موجودين في يوم من الأيام في المعبد ده. But unfortunately they were stolen، ولكن لسوء الحظ حد سرقهم. They were stolen يعني في حد سرقهم. So where are they now master؟ طب هما فين دلوقتي عشان اروح مثلا اجيبهم؟
بص بقى، some say they have been lost at sea. في ناس بيقولوا ان هم ضاعوا في البحر. Others say they are buried in the desert. في ناس تانيين بيقولوا ان هم مدفونين في الصحراء. The real truth is that nobody from our village knows. بصراحة ما حدش في القرية بتاعتنا عارف هم فين، ان كانوا lost in the sea ولا ان كانوا hidden in the desert or buried in the desert. الولد احتار، طب هم مش عارفين كانوا في الديزرت ولا في السي، طب انا هعمل ايه؟ الولد قال له ايه؟ oh my gosh. الولد قال له ايه؟ it's an interesting story master. ده فعلا دي قصة فظيعة، قصة مثيرة. But I still do not understand what this has to do with me. انا مش فاهم انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي انت مش عارف مكانهم، انا بقى هعمل ايه؟ فراح قال له because my friend my young friend it is you who will return this scrolls to the village. انت اللي هترجع المخطوطات دي للبلد للقرية. مي؟ انا؟ فراح قال له that is correct. اه طبعا انت الكلام ده صحيح. But master I'm 12 year old boy. I have never left the village. And you said yourself that nobody knows where the scrolls are hidden. انا عندي 12 سنة، انا عمري ما خرجت بره الفيليج، وانت حضرتك لسه قايل ان مفيش حد يعرف مكانهم هم مستخبين فين. I said that nobody in the village. انا قلت ان مفيش حد في القرية knows where the scrolls are. محدش عارف. الولد احتار اكتر. Even so master I cannot accept this quest. انا ما اقدرش اقبل الكلام ده. It's impossible. مستحيل. انا هعمل ايه؟ انا مش عارف المكان، هروح ادور على حاجة مش عارف مكانها ولا عمري شفتها؟ ده حاجة مستحيلة. Do not say such things. ما تقولش الكلام ده. Do not say such things my boy. It is not impossible. You have been chosen. If you do not go the mountain people will destroy our village. You must go on this quest. يعني مفيش حاجة اسمها مستحيلة، انت خلاص تم اختيارك، ولو انت مروحتش اهل الجبل هيحطموا او هيدمروا قريتنا. لازم تقبل التحدي وتقبل المسابقة دي. هي دي المصيبة. فراح قال له خلي بالي هنا بيقول له ايه؟ I don't want our village to be destroyed. انا مش عايز بلدي تتدمر. So if I must go then I will. But please send the soldiers with me to protect me. لو لازم انا اروح انا هروح، بس بعد اذنك هات معايا بعض الجنود عشان يحموني. You will have protection, boy. But I can give you no soldiers. You will find your protectors during the quest. يعني انا ماشي، انا هبعت لك حماية بس مش هبعت معاك جنود. انت هتلاقي اللي هيحميك موجود معاك اثناء المسابقة او اثناء التحدي بتاعك والبحث عن السكرول. Where will I find these protectors you speak of? طب انا هلاقي البروتكتورز دول فين؟ هلاقي اللي هيحموني دول فين؟ رد عليه وقال له you will be assisted by three animals. في ثلاث حيوانات هيساعدوك. Assisted يعني helped. These animals have done bad things and the queen of the animal kingdom is angry with them. الثلاث حيوانات دول اتعاملوا حاجات مش كويسة وهتم معاقبتهم. If they wish to re-enter the animal kingdom لو هم عايزين يرجعوا مرة تانية من مملكة الحيوانات then they must protect you on your quest. لازم يحموك في مهمتك. If you accept the quest, I must give you a magic hand band. لو انت قبلت التحدي ده انا هديلك ربط شريط او اشاره بتلفه على دماغك. Which will make the animals obey you. والشريط ده هيخلي الحيوانات تسمع كلامك او تطيع اوامرك. Master, I'm still very scared. أنا لسه خايف. But I trust you. أنا واثق فيك. And I love this village. أنا بحب البلد دي أو القرية دي. I will accept the quest.
انا هقبل المسابقه او المهمه اللي انت بعتيني دي. ماشي يا زياد؟ ماشي. ماشي يا حبيبي. The leader passes the boy the hand band. Hand band قلنا اداله الاشرب او الشريط اللي يحطه على دماغه. And a bag full of clothing and food. واداله شنطه فيها اكل وهدوم عشان هو رايح مهمه هيسافر. Now you have everything you need. انت معاك كل اللي انت محتاجه. We will wait in hope. احنا نقعد مستنيينك في امل. Be careful my son. خلي بالك من نفسك. Do not worry master. When I return, the village will know peace once again. ما تقلقش، أنا لما هرجع بلدنا هتعرف الأمان مرة تانية. The boy stands and leaves the temple. الولد مشي وخرج بره المعبد. ماشي يا زياد؟ ماشي يا حبيبي. هنقف لحد الجزء ده، والكلاس الجاي إن شاء الله في أورا لايف هنكمل سين 2. عندك أي سؤال؟ لا. طيب ممكن نبدأ بقى في الديكتيشن؟ ماشي ماشي يا حبيبي. هروح اجيب الكراسة. ماشي راح.